يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل يطلب العملة النقدية ذات الأرقام المتشابهة فيشتريها بزيادة 3 أضعاف، فإذا كانت الفئة من 500 ريال فإنه يدفع 1500 ريال، هل هذا جائز؟ أعيد السؤال. هناك رجل يطلب العملة النقدية ذات الأرقام المتشابهة. كيف أرقام متشابهة؟ العملة اللي هي النقود ما ينظر إلى أرقامها، ينظر إلى أنها عملة من الأثمان يباع به ويشترى، ولا ينظر إلى أرقامها. نعم، من فئة كذا، من فئة كذا، ويجرى عليها الحكم. نعم.